السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم محمد ابراهيمي وفي الفيديو ان شاء الله غنديروا الجزء الثاني من درس اخ ال سي كهرباء ثنائي القطب دونك ان شاء الله في الفيديو غادي نديروا الجزء الثاني ديجا درنا الجزء الاول دابا غنبداو الجزء الثاني الجزء الاول ديجا درنا فيه الكهرباء اخ ال سي درنا فيه واحد التعريف تفريع المكثف الواشعه درنا في الانواع ديال الانظمه ودرنا فيه انواع انواع درنا فيه المعادله التفاضليه ديال اخ ال سي درنا فيه المعادله التفاضليه ديال ال سي قلنا ان اخ ال سي في غير المعادلة التفاضلية او كنحبس اما ال سي فيه معاد تفاضلية وفيه الحل ديالها وفيه بزاف ديال الحوايج دونك دابا غادي نديرو الحل ديال المعاد التفاضلية ديال ال سي بطبيعة الحال في ال سي دابا صافي حنا خد... نسينا حنا مبقيناش خدام في اخ ال سي لاحظو معايا دخلنا الرابعة درنا المعاد التفاضلية ديال اخ ال سي شرحناها انتقلنا الخمسة درنا المعاد التفاضلية ديال ال سي ال سي حنا في المدرسة ديال ال سي بدلات او سي ودرنا ديال كي واضح دابا حنا مازال في خامسة مازال في خامسة غنديرو الحل واضح غنديرو غنديرو الحل دونك حل المعادله التفاضليه حنا مازال في ال سي دونك لان اصلا ال سي ما عندهاش حل واضح يعني في الدرس الدار المثاليه ال سي اللي عندها حل دونك دابا حل المعادله التفاضليه اول حاجه حل المعادله التفاضليه اللي هي هادي هو عباره عن داله جيبية مكتوبه على شكل هي عباره عن داله جيبية لان المعادله التفاضليه شفنا حنا في ار سي وفي ار ال ماشي هي نفس هي نفس الدار لان لان في ار سي وفي ار ال شفنا المعادله التفاضليه من الدرجه الاولى يعني الحل غيكون من الدرجه الاولى هنا لا شنو هنا دابا معادله معادله التفاضليه من الدرجه الثانيه دونك الحل غيكون من الدرجه الثانيه شوف الحل كيفاش كيتكتب كيتكتب او سي دو تي يساوي اي ماكس كوسينوس اوميغا تي اوميغا زيرو تي زائد في واضح هذا هو الحل عقلو واضح الا قلتو شفنا شفنا حنايا الحل الحل ديال اكس تي وحدو شفنا في اكس في الشحنه تفريغ وشفنا حل ديال اكس تي في اكس اتش شح اقامه تيار دابا في اكس سي كاين حل واحد اللي هو هذا او سي دو تي كيساوي اي ماكس كوسينيس اوميغا زيرو تي زائد في مزيان لاحظوا معايا هذا الحل هو الحل الاول اللي كنلقاو عقلتوا على الحل الاول اللي درنا حنايا اي دو تي ولا اس دو آه تي قلنا كيساوي ا اكسبونسي ناقص الفا تي زائد بي كنا كنقلبوا على ا و بي والفا هما هاد الثلاثه هاد مثال بحال هكا واضح حنا من بعد غادي نلقاو اي ام وغنلقاو اوميغا زيرو في اوميغا زيرو هي باينه هي دو بي على تي زيرو عقلوا اوميغا زيرو كتساوي دو بي على تي زيرو دابا نشرح لكم واش كتعني كل وحده ها هي لاحظوا معايا اوميغا زيرو هي النبض الخاص النبض الخاص للدارة الكهربائيه و زيرو علاقتو كتساوي دو بي على تي زيرو دو بي على تي زيرو تي زيرو هو الدول الخاص هي هذه كنت شرحت لكم واضح يعني عقلوا هاديك هادي هي تي هي الخاص النبض الخاص للدارة المتذبذبه ال سي وحدته هي الراديان بار سكون اي ماكس دونك صافي عقلوا لي انتم هي دو بي على تي زيرو. يعني يمكن لكم تحيدوا هذه وتعوضوها بهذه إي, اي ماكس هي الوسع الاقصى للتوتر واضح هي, إي ماكس هي الوسع الاقصى هي هذه عقلوا لي هي القيمه هذه يعني الا قال لك جبد لي اي هي القيمه هذه كنمشي نقلب على هذه القيمه هذه فهاد المنحنى ولا هذه المنحنى كنمشي نقلب على اي ماكس هي هذه واضح حنا غنشوفوا في التمارين هادشي ان شاء الله ثاني حاجه في هي الطور عند اصل التواريخ عقلوا في كيفاش كنجبدوها اغلبيه كتكون زيرو عقلوا ليها كتسمى الطور وتيزرو هي الدور الخاص راه باين الدور الخاص اللي جا قلت لكم هو هذا واضح دابا المعادله نورمالمون المعادله هي هذه اس تي كتساوي اي ماكس عقلوا ليها كوسينس اوميغا زي اوميغا زي كنعوضها ديما دو بي على تي زيرو في تي زائد في هذا هو الحل واضح هذا هو الحل دابا غادي نمشيو نجبدو تي زيرو هذا هو المهم دابا غنمشي نبينو كيفاش نعرفو تي زيرو تي زيرو عنده واحد التعبير التعبير ديال الدور الخاص تي زيرو عنده واحد التعبير دونك دابا غنمشيو نشوفو هذا التعبير الدور الخاص تي زيرو ومن بعد في التمارين غنشرح لكم كيفاش كنحدو اي ماكس وكيفاش كنحدو في كيفاش كنحدو اي ماكس وكيفاش كنحدو في دونك نتاقلو نشوفو نفهمو التعبير تي زيرو اذا دابا غنشرح لكم التعبير الدور الخاص تي زيرو كنلقاو بعض التمارين او الدور التعبير ديال الدور الخاص اون جينيرال شحال كيساوي الدور الخاص تي زيرو نورمالمون اذا قالك غير اعطي تعبير لاحظو معايا اذا قالك اعطي تعبير كنقولو تي زيرو كيساوي دو بي دو بي مضروب في جدول مربع ال مضروب في سي تي زيرو كتساوي دو بي جدول مربع ال في سي دابا الا قال لك غير اعطي تعبير انا قال لك اعطي تعبير, تعبير. صافي غتكتبوا ليه التعبير هذا هو التعبير الدولي الخاص تيزرو ولا عقلتوا الدولي الخاص تيزرو فين شفناها هنا هي هذه اللي عقلتوا ليها او عاوتاني شفناها هنا في العلاقه تيزرو هذه واضح مزيان دونك هنا الا قال لك اعطي تعبير تيزرو هي هذه ولكن الا قال لك بين هذه الا قال لي بين هذه خصني نشرحها دابا دابا هي هذه هي اللي شرحتها هنايا دونك انا غادي نحاول نشرحها لكم هنا, نشرح هنا ونعاود نعاود نكتبها نشرحها لكم واضح دونك الا قال لي بين هذه اش غندير انايا لاحظوا معايا اول حاجه كنشد الحل اللي عطاني هنا الحل اللي هو هذا كنعوض هنا تي زيرو دونك الحل مثلا الحل اللي عندي شنو هو الحل هو هذا اس سي دو تي كتساوي ام كوس اوميغا زيرو تي بلس في واضح دونك اش كندير انا هاد اوميغا زيرو هي دو بيلات زيرو دونك انا ديريكتومون كنبدا نكتب ديجا ديما كنكتب او سي تي تساوي اي ماكس كوسينيس دو بي على تي زيرو في تي زائد في واضح دابا هادي ديما حنايا الا بغينا الحل اش كندير راه باين الا بغيت الحل او بغيت شي حاجه في التعبير عقلتو ملي كنا في ار سي و ار ال كنا بغينا التعبير ديال الفا و ا بي الى عقلتو شنو درنا شدينا الحل شقيناه وعوضنا الحل والاشتقاق في المعادله بحال هكا حتى لي القضيه غادي نشد الحل ونشقه ونعوض الحل والاشتقاق ديالو في المعادله المعادله طبيعة الحال هذه ال سي طب الحال كنتو فاهمين غنعوضو في هاد ال سي لان هاد ال سي ديجا اصلا ما عندهاش حل قلنا اصلا ما عندهاش حل عقلتو ليس لها حل دونك طب الحال حنا في ال سي دونك غنعوضو في المعادله ديال دي ال سي اصلا دابا حنا خدامين في ال سي نساو دابا ال سي خدامين في ال سي دونك دابا اش غندير هاد الحل هذا غنشقو وغنعوضو في معادله ولكن لاحظوا معايا المعادله شنو فيها المعادله شنو فيها هنا فيها اس زائد هنا اس سي بحال غنعوضو هاد اس بهادي زائد ال سي هاد دي اس اثنين دي اس دو تي اس اثنين شنو هي دي اس اثنين دو تي هو الاشتقاق الثاني عقلو هو الاشتقاق الثاني لاحظوا معايا اس أسي اس هو التعبير هو اس نفسها دي دو اس سي على دو تي هذا كيسمى الاشتقاق الاول عقلو و ودي اس 2 ديال سي على دي تي اس 2 كتسمى هذه الاشتقاق الثاني كتسمى الاشتقاق الثاني واضح دونك انا لاحظوا معايا هنا فهاد المعادله هادي عندي الاشتقاق الثاني دونك انا اش خاصني خاصني الاشتقاق الثاني واضح يعني هادي خاصني نشتقها دو فوا هاديك صعاب باش نقدر نعوض لانني ما نقدرش نعوض هادي غير الشق الاول لانه استثناء واضح يعني دابا اش غندير هادي غنشتقها جوج المرات مزيان ودابا انت معايا مزيان كيفاش غادي نشتقها هذه جوج المرات واضح تبع معايا مزيان لاحظوا معايا باش نشتق هادي جوج ديال المرات كاينه واحد العلاقه كتقول ليا الاشتقاق ديال الكوسينيس مثلا دابا شنو هو الاشتقاق ديال الكوسينيس ديال شي حاجه كيقول عندي واحد الدائره خصني نعرف جوج حوايج عقلي هاد الدائره حفظوا هاد الدائره هذه ها هي هنا كيكون الكوسينيس وهنا كيكون ناقص الكوس عقلو وهنا كيكون السينيس وتحت كيكون ناقص السينيس الا مشيت بهذا الاتجاه هذا مشيت بهذا الاتجاه السهم عقلو السهم راه الاشتقاق يعني كيفاش يعني الشيء غادي السينيس وحده هو الكوسينيس الشيء غادي الكوسينيس هو ناقص السينيس الشيء غادي ناقص السينس هو ناقص الكوسينيس والشيء غادي ناقص الكوسينيس هو السينيس هذه الا كان وحدو ولكن هنا عندنا الكوسينيس شو معاه شي حاجه هاكا دابا حدو معايا الا كان عندي كوسينيس ديال واحد على ا اكس زائد بي شنو هو الاشتقاق ديالو كوسينيس ا اكس زائد بي يعني بحال كوسينس دو بي تي زيرو في تي زائد في يعني بحال هاد دو بي تي زيرو هي ا تي هي ا اكس زائد هاد الزائد وفي هي بي دابا هادي خصني نشتقها كاملة واضح حنا غنشوفو هادي شنو ديغون غنشوفو دابا حنا غير هاد هاد كوسينيس اش كيقول لك هنا كيقول خصني نشد هادشي اللي الوسط كوسينيس نشتقو يعني نشتق ا اكس ا اكس زائد بي يعني خصني يعني ندير ا اكس زائد بي بريم خصني نشتق هادشي لوص الكوسينيس مضروب خصني نشتق الكوسينيس الكوسين شنو الشيء غادي هو ناقص سينيس يعني ندير ناقص مضروب ناقص سينيس ديال اي اكس زيد بي ساهله هذه تساوي يعني تساوي شنو الشيء غادي لايك زيد بي هو ا نضرب هو ا مضروبه في ناقص سينيس ديال اي اكس زيد بي علاش قلنا ا لان اشتقاد البي هو صفر واشتقاد الايكس هو هو ا عقلتو دونك اف ناقص سينيس ناقص ا سينيس ا اكس زد بي واضح هذا هو اللي شتي مفهوم يعني ديريكتومو هادي غاش شرحت لكم الاصل ديريكتومو تلقاو شي واحد بحال هكا كتبوا نيشان ا آه. هاد هاد خرجوا هذا اللي مع اكس برا وشقوا هاد كوسينيس يعني مثلا نكتبوا نيشان هنا او آه كوسين ديال اكس زائد بي الاشتقاق ديالو شنو هو هو كنخرج هذا اللي مع اكس اللي هو ا آه وكنشق الكوسينيس هو ناقص سينيس كنخرج ناقص سينيس كنكتب ا اكس زائد بي كنكتبها نفسها مثلا دابا عندي سينيس عندي سينيس ديال ا اكس زائد بي نفسها اش كندير كنخرج هذه اللي مع اكس هذه اللي ا كنشتق سينيس شنو ستي غادي سينيس هو الكوس كنكتب كوسينيس كنكتب ديك ا اكس زائد بي واضح يعني ساهله جوج خطوات كندير جوج حالات كندير ها بالنسبه لهاد الاولى هادي هاد الكوسينيس كنردو ناقص سينيس اللي هي هادي وهذا الا كنخرجوا برا ها هي السينس كنشتقها شنو الشيء غادي السينس قلنا هو الكوس يعني كنمشيو هاد الجي ها هو كنشتق هو الكوس وهاد اكا كنخرجوا برا نديروا شي مثال حنايا تطبيقي مثال كان عندي كوسينس ديال 2 اكس زائد 3 شنو الشيء غادي هادي الشيء غادي هادي اش كندير كنخرج جوج واضح مضروب وكنشتق كوسينس شنو هو الشيء غادي كوسينس هو الشيء غادي كوسينس هو ناقص سينس كندير غير ماشي مشكل كندير ناقص برا سينس كنكتب جوج اكس زائد 3 صافي نزيد وحده ثانيه الا كان عندي مثلا سينس ديال 5 اكس زائد جوج شنو الشيء غادي ديال هذه كنخرج 5 شنو الشيء غادي السينس هو الكوس كنكتب كوس سينس 5 اكس زائد جوج مفهوم دابا هادي فهمتو دابا يعني دابا نجو نشقو هادي يلاه دابا ملي فهمتو الشقاق ديال هادو نطبقو عليه عقلو هاد هادي هاد هاد راه بحال لا قلنا أ إكس زائد بي دابا هاد الحل خصنا نشقوه شغندير غنكتب او سي دو تي يساوي يساوي ام كوس دو بي على تي زيرو في تي زائد في لابد نشتق انا اس سي اول حاجه اذا كان شي عدد مضروب فهادشي هاد هاد ام ما كنساش لاحظوا معايا شي عدد مضروب في شي حاجه نشتق ام ما كنساش عقل ام ما كنساش كنشتق غير الكوسينيس واضح حيت هاد ام ثابته حيت كيقول كي لك في الرياضيات الا مثلا عندي في الرياضيات الفا اف كنشتق هادي كاملة ألفا ثابتة ما كنشتقهاش كنشتق غير إف ايه. واضح حنا نديرو مثال شنو هو غادي إثنان إكس كلشي غيقول لي راه إثنان باش عرفنا حنا الشتي إثنان إكس راه إثنان ساهلة راه بحال قلنا إثنان إكس بريم شنو هي إثنان ما شتقيناش خليناها غير إكس لأن إثنان ثابتة وشنو الشتي إكس واحد يعني بحال لقات إثنان إثنان في واحد هي إثنان مفهوم هاد الشغارة هدر ساهل ماشي شحال واعرة دونك أو إيه إما كنساهاش أون جينيرال هاد شنو غندير ليها قلنا اش قلنا عقلتو كوسينس دي أي زيد بي قلنا كنخرجو أ يعني كنخرجو جوج بي زايد على تي زيرو مضروبة شنو شنو غادي كوس هو سينيس هو ناقص سينيس كندير ناقص برا كنخرج ناقص برا كنكتب سينيس أو صافي كنكتب دو بي على تي زيرو في تي زايد في الشيغاغ تاني الشيغ تاني كنعاود نشتق هذا نفسو هذا كنعاود نشتقو يعني غندير دي دو أو سي على دي دو تساوي ناقص ما مشاش و اما دو بي على تي زيرو تاهي ما مساش لانهم توابت مضروب دابا نجي نشق هادي هادو كامل ما كنمسهمش فهم هادي عفوا هادي اس دابا بغيت ندير الاشتقاق دابا الشقاق الشقاق الاول كنشتق هادي عادية والشقاق الثاني كنشتق هذاك الاشتقاق واضح مزيان دابا شنو الشقاق هادي هادي غنعاود دابا هادي لاحظوا معايا هادي هاد البارتي هادي غير عاود كتبتها لان كانت عندي توابت تاوب كاملين فهم دابا بحال غنشتق غير هادي ديما هاد الكلوم ثابت ما كنشتقش غنخليها كنشتق غير هادي ديما السينيس وداكشي اللي قدام مولي كنشتق يعني اشنو هو الشيء اول حاجه قلنا خصني نخرج هادي بحال غنعاود نشتق شنو خصني نخرج هادي يعني دوبي على تي زيرو شنو هو الشيء غادي السينيس الشيء غادي السينيس هو الكوس نكتب هنا الكوس وصافي كنعاود نكتب هادي دوبي على تي زيرو في تي زائد في تساوي هاكا ها الناقص هو او ام ها هي دوبي في تي تزر... دوبي تي زيرو مضروب دوبي تي زيرو شحال هي او سي اثنان لان نفسها بحال قلنا ا في ا او سي يعني تولي دوبي على تي زيرو تكون او سي اثنان دوبي على تي زيرو في تي زائد في لاحظوا معايا غندير واحد القضية الضرب تبادلي ا مضروب في بي هو بي مضروب في ا يعني او ام مضروب في هادي هي هادي مضروب في هادي غنقلبتهم غنقلبهم غندير ناقص دو بي, بي على تي زيرو و مضروب في ام كوسينوس باش ندير واحد الاختصار هنا مزيان باش ما نطولو علينا زايد في اش درت هنا غير هادي جبتها هنا و هادي جبتها هنا راه بيناتهم الضرب ضرب تبادلي هادي في هادي هي هادي في هادي اش غندير غندير ناقص دو بي على تي زيرو غنعاود نكتبها و مضروب لاحظوا معايا هادي شنو هي هادي واش عمرنا شفنا حنا هادي شنو هي ام كوسينوس دو بي على تي زيرو في زيد زائد راه الحل او ام كوسين دو بي تي زيرو زائد في يعني هذه اللي مطر دابا هي هذه واضح هادي راه هو الحل نفسها هي اس سي يعني بحال قلنا هادي شنو هي هي اس يعني بحال هادي مضروبه في اس واضح يعني الاشتقاق التاني اش كيساوي اس سي كيساوي هو ناقص دو بي على تي زيرو على تي زيرو اس مضروب في اس سي دابا اش غندير غنعوض هذا الشرط الثاني بهذه في المعادله بلا ما نعوض اس تاع هي نفسها واضح دابا نعوض نعوض على نعوض دي اس 2 ديال اس سي على دي تي اس 2 في المعادله هذا الشيء كامل طبيعه الحال بغينا التعبير تي زيرو واضح مزيان هي هي شويه واعره شي ولكن راه تعوضوا راه ساهل انا شرحت لكم الشقه بشويه بشويه باش تفهموا مزيان دونك نعوض في المعادله شنو المعادله هي هذه هي هذه نكتب المعادله معادلة هي أسي زائد إل سي دي أس اتنان دي أس على دي تي أس اتنان تساوي صفر شغندير غنعوض هادي غنعوض هنا بلاصة هادي الإشتقاق التاني تولي غتولي هي أوسي زائد إل سي الإشتقاق الثاني شحال لقينا هو هذا الإشتقاق الثاني هو ناقص دو على تي زيرو أس اتنان فو أس تساوي صفر واضح جدا ساهلة غير هاد الإشتقاق التاني عوضتو بهادي واضح. حيت كيساوي هاد لقينا شي لقينا حنا اش غندير هادي زائد نضرب في الناقص غيعطيني الناقص غتولي بحال الاس سي ناقص ال سي مضروبه في دو بي لا تي زيرو وس اثنان في او سي تساوي صفر فهمت اش درت هاني في هادي ال سي في هادي ها هي والزائد في الناقص غيعطيني الناقص دابا اش غندير غنعمل الاس سي ونعمل الاس سي غتولي اس سي عامل هنا تكون واحد فهمت هنا تكون واحد ناقص إل سي دو بي على تي زيرو أوس اثنان تساوي صفر، واضح عملت في هاد أو سي و هاد أو سي، لعملت في أو سي غتبقى واحد هنا، ها الناقصة هو ها لا نشرز كاع، أو سي في واحد هي أو سي، أو سي في هاد هي هاد نفسها، مفهوم، دابا أش غندير؟ غنقولو أو سي ميمكنش تساوي صفر، إنه أو سي موجبة، أو سي ماشي موجبة يعني موجبة قطعا، أو سي ميمكنش تساوي صفر، له بما أن. السي يخالف صفر فان صفر غتبقى لي غير هذه كتساوي صفر غتبقى لي غير واحد ناقص ال سي دو بي على تي زيرو و تساوي تساوي الصفر واضح دابا غنشد غندي واحد للطرف الثاني شحال لقينا نعاودو قلنا واحد ناقص ال سي دو بي على تي اس 2 تساوي صفر واضح عندي واحد الطاش ثاني يختار الناقص مع الناقص تولي لي ناقص ال سي دو بي على تي زيرو و سي تساوي واحد مفهوم اش هاد واحد اش تطرا تولي ناقص واحد و ناقص واحد اختار مع الناقص تولي واحد اش غنجيب هاد واحد هاد ال سي هاد ال سي غنجيب لتحت غتولي دو بي على تي زيرو و سي 2 تساوي واحد على ال سي واضح هاد ال سي هبط لتحت بحال هاد ال سي فهاديه هادي اش غندير دبا هاد أس تنبغي نحيدها شغندير؟ غندير جد مربع كلشي وغندير غندير مربع كلشي، واضح، جد مربع يمشي مع الأس غتولي هي دو بي على تي زيرو تساوي و هادي غتولي جد مربع كلشي لي هي جد مربع واحد على جد مربع أل سي، راه عندي حق نقسم داك جد مربع أ على بي و مربع أ نقسم على جد مربع بي، يعني نجد مربع <hesitation> جد مربع واحد على إل سي، جد مربع واحد على جد مربع إل سي، شنو جد مربع واحد هو واحد، يعني تولي دو بي على تي زيرو. تساوي واحد على جذر ال سي القناه الفرعيه ديت انا كانت تساوي هنا كان هنا كان كسر هنا كسر هذا مضروب في هذا كيساوي هذا مضروب في هذا واضح يعني تي زيرو مضروب في واحد اللي هو تي زيرو كيساوي هذا مضروب في هذا اللي هو دو بي جذر مربع ال سي عرفناها طويله ولكن راه الا خرجتو غير مره واحده غتجيكم بسيطه واضح دونك هذه هي لقينا دابا هي دونك التعبير ديال تي زيرو شنو هو هو دو بي جذر ال سي هذه جا كاتبه هنا دوك حنا نشرحوها هنا دونك احنا عفوا هنا دونك لقينا دونك هنا لاحظوا معايا نشرحها لكم هنا دونك هنا, هنا عندنا السي دو تيش كتساو. إي تي كتساوي ام كوسينس اوميغا تي زائد في شرحت لكم اوميغا زيرو كتساوي دوبي على تي زيرو دونك نعوض دوبي على تي زيرو بلاص اوميغا هنا غتولي او دو تي تساوي عفوا غتولي او دو تي تساوي او ام كوسينس دو على تي زيرو في تي زائد في بحال عوضت هاد دو المره الاولى قلت لكم غادي نخرج هاد دو على تي زيرو نخرجوا هنايا غتولي او ام ها هي دو بي اس لي زيرو ها هي الكوس هو ناقص سينس يعني كتبت ناق كتبت هنا سينس وخرجت ناقص برا انا يعني كليك ناقص سينس هنا سي ميو تكتب برا باش تجي كتابه مزيانه دو بي اس زيرو تزيد فيه دابا هاد الشق الاول غنشق مره ثانيه ها هي الشق الثاني وسيت نهشتو يعني تولي غتولي ناقص ها هي هادي خصني نعاود نشق هادي دابا نعاود نشقها هادي خصني نخرجها لي برا غتولي اوس اثنان ها هي كوسينس دو بي تي زيرو زيد في لاحظوا معايا درت واحد الخطا هنا ونسيت نسيت نسيت او ام هنا دونك هنا غنصحح هذا الخطا نسيت ما كتبتش هنا او ام هنا واضح هنا نسيت ما كتبش او ام هذه مزيان من بعد هتولي ناقص ها هي دو بي تي زيرو او اثنان ها هي وهاد او ام كوسينس دو بي تي زيرو زيد في قلت لك ما قلتلو ما نحول الاسي من بعد نعوض في المعادله هاد الاشتقاق الثاني عندي المعادله هي هادي اس زائد ال سي دو سي تنادي اس عدي تو سي تنادي تساوي صفر هاد الاشتقاق الثاني غنعوضو اللي هو هذا غتولي اس سي هي هادي زائد ها هو ال سي هو هذا هادي الاشتقاق الثاني عوضته بهادي ناقص في في دو بي تي زيرو في اس اثنان في اس تساوي صفر قلت لكم ال سي غنضربها في هادي غتولي ناقص زائد غيولي ناقص ال سي مضروب في هادي غنعمل ال سي اس سي هاي اس سي عامل واحد ناقص ال سي دو بي تي زيرو اس اثنان تساوي صفر بما أن أس تي يخالف صفر فإن هذا ممكن تساوي صفر دونك هذي كتساوي صفر يعني واحد ناقص أس تي دو بي زيرو أس تي تساوي صفر أش غندير أنا دابا هنا هاد واحد هدا دير ديتو الطرف الثاني ها هي إلس هادي ها هي هادي واحد جوج الطرف الثاني نورمالمون جوج الطرف الثاني غيكون ناقص وختار ناقص مع ناقص تولي واحد من بعد هاد إلس سي غنهبطها لتحت غتولي دو بي أس تي زيرو أس تي تساوي واحد على إلس سي غندخل الجدر غندخل الجدر لا دخل الجدر لا هادي غتمشي غتمشيو وسي اثنان ولا دخلت على الجدر هادي غتولي جدر مربع هو واحد هو واحد وجدر مربع ال سي هو جدر مربع ال سي وجدر زيرو في واحد يدي زيرو جدر مربع ال سي دوبي جدر مربع ال سي راه بسيطه واخا طول شويه كنراه بسيطه راه غير كتبقى غير حسابات رياضيات واضح دونك دابا غنديرو البعد ديال تي زيرو البعد ديال تي زيرو حنا قلنا لنا البعد ديال طو ار سي ودرنا البعد ديال طو في في إيه ال دابا غنديرو البعد ديال تي زيرو حنا ما عندناش طول كي غنديرو البعد ديال تي زيرو بحال بين ان تي زيرو لها بعد زماني باش نلاحظ اش غندير هنا تي زيرو عندي عفوا هنا قطع تي زيرو اش كتساوي هنا مربع LC. هي, هي مربع ال سي بين هي هي نورمالمون هي دو بي مربع ال سي غنشرحوها هنا قلنا تي زيرو كتساوي هي دو بي مربع ال سي واضح هي هادي <applause> شنو لاحظوا معايا انا دابا بغيت ندير البعد البعد يعني الوحده يعني بحال الوحدة ديال تي زيرو كتساوي هادي ما عندهاش وحدة يعني ما نديرهاش كتساوي جوج يعني كتساوي جوج مربع الوحدة ديال ال مضروب في الوحدة ديال سي مفهوم من بعد غتولي تي زيرو بعد ديال تي زيرو شنو يساوي مربع البعد ديال ال شنو هو اش غندير هنا غادي نقسم هاد ال هادي غندير البعد ديال ال مقسم على البعد ديال اغ مضروبة و سي غندير البعد ديال سي مضروب في البعد ديال اغ شدرت دابا هنايا هاد إير اللي كتشوفو هنا هنا ضربت بحال قسمت على إير وضربت ضربت في إير، درتش والو هنايا، يعني. مفهوم؟ ضربت في إير و قسمت على إير، واش مفهوم هادي؟ يعني بحالا درت هنا هنا إل في سي، ضربت في إير الفوق و إير لتحت، نقدر نختار إير مع إير ونرجع نرجع لهادي ديالي، علاش درتها؟ دابا إل على إير هي لقينا هي لقينا عندها بعد هي طو، في إير إل، و إير فوا سي هي هادي، لقينا بعد في إير سي، درت إير سي، دونك هادي راه إل لها بعد زمني هو طو. لي هو تي وتالي لا بعد زمني يعني تي زيرو كتساوي هو جوج مربع البعد ديال تي مضروب في البعد ديال تي لان لأخ. لحظة لأخ. أخ ال على اف لاحظوا معايا قلت الطول عندنا هي ال على اف في درس اف ال ولقينا الطول لها بعد زمني اللي هو تي والطول عاوتاني في إخ سي لقينا هي إخ في سي ولقينا بعد زمني اللي هو تي حتى هذه لقينا تي دونك تي في تي يعني تولي البعد تي زيرو تساوي جذر مربع تي اس 2 اللي هو غتمشي تي وسيتنا مع جي غتولي هو تي اذا تي زيرو لها بعد زمني اللي هو تي لاحظوا معايا تشوفوا تي يعني تولي جد... تي زيرو تساوي جد مربع تي وسي اثنان غتمشي تي, تي وسي اثنان مع جدر غتولي اذا تي زيرو لها بعد زمان مفهوم دابا من بعد ما لقينا الحل دابا التعبير ديال ديال الشحنة كيدو تي عندنا كيدو, كيدو تي شكتساوي هي سي فوا او سي عقلتو كيدو تي كتساوي سي فوا او سي لقيناها في لقيناها في درس اغ سي واضح سي هاد السي ها هي و السي شحال كتساوي هي هاد الحل بحال عوضنا الحل واضح هاد الحل هذا عوضناه هنايا هاد او سي ها هي و او سي عوضناها القيمه ديالها هي ام كوست دو بي تي زيرو تي زائد في من بعد كنعرفوا ان كي ماكس كتساوي سي في اي ماكس لاحظوا معايا علاش غنديروها لاحظوا معايا كيش كتساوي سي فوا او سي لازم هنا ماكس غنزيد هنا ماكس يعني كي ماكس كتساوي سي فوا اي ماكس واضح يعني هاد سي فوا اي ماكس هادي هاد سي فوا اي ماكس هي كي ماكس يعني كي دوتش كتساوي هي كي ماكس كوسين دو بي تزور في تزيد في واضح يعني هاد يعني هاد سي فوا هاد سي فوا اي ماكس هي كي ماكس وهادي راه عاود تثبت هذا هو التعبير كي دوتش تعبير شد التيار اي دوتش تعبير شد التيار اي دوتش ايش كتساوي هي سي دي دو سي على دي دوتش واضح هادي اي عارفين حنا لقيتي جا لقيناها دابا لاحظوا معايا ودي دو سي على دو كتساوي ناقص اي ماكس دو بي تي زيرو تي سينيس دو سينيس دو بي ال تي زيرو تي زيد في لقينا هذا الاشتقاق الاول عقلتو لي هو هذا هو هذا عاوتاني لقينا هنايا الاشتقاق الاول هو هذا قلنا الاشتقاق هذه آه الاشتقاق الاول سي الاشتقاق الاول الشق الثاني هنا جينا الاشتقاق الاول هو دي دو سي دو تي علاش دينا الاشتقاق الاول لان في اي عندي سي نضرب دي دو سي على دي تي يعني غنشد سي ونضرب غنضرب هداك الشيء الأول واضح يعني بحالا قلنا دي دو سي على دي تي تساوي ناقص إي ماكس دو بي زيرو في سينس دو بي أت زيرو في تي زايد في واضح نعلم أن هادي واحد العلاقة لها ناقص سينس ألفا كتساوي هي كور سينس ألفا زائد تي بي لجوج واضح عقلولي هادي راه ناقص سينس ألفا هادي علاقة ما عندهاش علاقة كاع بالكهرباء هادي علاقة في الرياضيات عقلوليها كيقولك أن ناقص سينس ديال شي الفا ديال شي عدد كيساوي هو كوسينس الفا زائد بي بي جوج واضح اش غندير دابا انا هاد 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 دو سي دو تي درت ليها دو سي دو تي تساوي هاد اي ماكس ها هي دو بي تي زيرو ها هي هاد ناقص سينس هي هاد ناقص سينس قلبتها انا كوسينس غنشرح لكم مزيان لاحظوا معايا عندي ناقص سينس لاحظوا معايا عندي ناقص سينس الفا اش كيساوي هذه في الرياضيات هي كوسينس ديال الفا زائد بي على جوج واضح هادي هادي باش نبسط انا واحد التعبير كيدار بزاف لاحظو معايا شغندير انا عندي هدي. عندي هادي عندي انايا الاشتقاق دي دي او سي على دي دو ساوي كيساوي هو اي ام هو ناقص اي ام دو بي على تي زيرو سينس سينيس دو بي على تي زيرو في تي زائد في واضح تساوي شغندير دابا هنا بحال هاد او ام و هادي غنجبها هي تولي او ام دو بي هذا تي زيرو مضروبه هذا الناقص غنجيب وحده السينيس ناقص سينيس دو بي هذا تي زيرو في تي زائد في واضح دابا لاحظوا معايا هاد هاد الفا هادي هاد هاد ناقص سينيس هي هاد ناقص سينيس وهاد الفا هادي هي هاد الفا نعتبروها هي هادي كامل الفا واضح دابا بغيت نحول الكوسين شغنشد غنشد هذا كامل ونزيدو بي على جوج هي غتولي اش غتولي اي ماكس دو بي على تي زيرو مضروب سينيس غنقلبو سينيس ها هو هاد هاد الفا شنو كانت عندنا الفا حنا هي هادي اللي هي دو بي على تي زيرو في تي زائد في غنزيدو بي لج جوج يعني اش درت انا غير حولت من كو من لكو سينيس لكوسينيس صافي كانت عندي ناقص سينيس حولتها لكوسينيس خليتها بحال هكا دونك اش دابا غتولي دي دي, دي او سي على دي دو تي تساوي اي ماكس دو زيرو كوسينيس كوسينيس دو بي زيرو في تي زائد في زائد بي جوج معها اي تساوي الصفر لاحظوا معايا ياك اي ها هي اي تساوي هاد تساوي هاد سي هي ها سي ودي دو سي على دو تي هي هادشي اللي لقينا هادي بحال عوضنا ودي دو سي على دو تي هاد القيمة هادشي اللي لقينا هنا عوضنا في هاد هادي يعني تولي هاد اي تساوي سي اي تساوي سي نضرب في هذه اللي هي هذا الشيء لقينا اي ماكس دو بي زيرو كوسينيس هذا من بعد كنعرفوا هاد هاد القيمه اي ماكس كتساوي اي ماكس هي هذه هي سي في اي ماكس دو بي تي زيرو ايش كتساوي اي ماكس هذه هذه علاقه عاوتاني اي ماكس كتساوي سي اي ماكس دو بي تي زيرو بحال عوضنا هنا من بعد شتولي هاد اي ها هي تساوي ها هو قلنا هذه كامله نقلتو هادي كاملة شناهي هي هي اي ماكس قلنا كوسينيس هادي دونك نتوما بالنسبة هادي مفهمتوهاش تقدرو مديروهاش واضح تقدرو مديروهاش تقدرو تخلوها سينيس انا غير حولت كوسينيس أنا. باش ن... حيت عندنا حنا كوسينيس هنايا بتخلوها بسينيس خلوها بسينيس واضح دابا ها هو التعبير كي دوتي هو التعبير واضح دابا غنمشيو آخر حاجة ولا ما قبل الاخيرة هي الدراسة الطاقية اذا دابا غنشوفو اخر حاجة اللي هي الدراسة الطاقية طا... دونك الدراسة الطاقية إذا كان الطاقة واضح ديما لاقلتو في إخ سي عرفنا الطاقة المخزونة في المكتف لاقلتو في إخ سي قرينا الطاقة المخزونة في المكتف اللي هي e -E إو إو كتساوي واحد لا اثنان ها هي نكتبو هنا في إخ سي قرينا الطاقة المخزونة في المكتف اللي هي e -E إو إو تساوي واحد لا اثنان سي وسي اثنان عقلتو في درس إخ إل قرينا الطاقة المخزونة في الوشيعة اللي هي إم e تساوي -E واحد لا اثنان إي e -E عفوا هنا إل فوا اي سي اثنان دابا غن اغ ال سي غنقراو دراسه طاقيه اللي هي او طوطال نديرو دراسه طاقيه كاين واحد الطاقه سميتها او طوطال شنو هي او طوطال هي مجموع ديال الطاقه المخزونه في المكتب زائد الطاقه المخزونه في الواشعه يعني او او زائد او ام او, أو زائد او ام واضح هي غنقراو دابا دونك غنقراو الدرس الطاقه الداره المثاليه ال سي وغنقراو الطاقه الدراسه المتواليه ال سي يعني هنا لحقته على هادشي الشيء اللي قريت هنا غندرس غنديرو الدراسة الطاقية هنا 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 غندرسو ليها الطاقة ديال الدارة المثالية الدارة المثالية ال سي وهنا غندرسو الطاقة ديال الدارة دا ال دي دارة دا إغ ال سي هذا متوالي إغ ال سي يعني هاد الدرا ال سي و ار ال سي بجوج غادي يدرسوا الطاقه ديالهم نشوفوا شنو شكون اللي كيدافع على الطاقه شنو كل اللي في على الطاقه واضح واضح يلا يعني نشوفو دابا شكون كيدافع على الطاقه ولا نشوفو هاد اول حاجه الطاقه الدرا مثالي ال اس او, أو طوطاج كيساوي هو او زائد او ام يعني او طوطال الطاقه المخزونه في الوشيعه زائد المكتف جوج هو الطاقه المخزونه في المكتف اللي هي انرجي الكتريك الطاقه الكهربائيه زي انرجي انرجي مانيتيك الطاقه الكهرومغناطيسيه اش قلنا كيساوي اش كتساوي هي واحد لا سي او سي اثنان زائد اش كتساوي واحد لا اثنان الف اي اس اثنان دابا هذا هو المنحنى ديال الطاقه قالوا لي علاش هو المنحنى هو المنحنى ديال الطاقه في الدار المثاليه علاش لان لاحظوا مع الدار المثاليه الطاقه ما نقصاتش لاحظوا معايا هذا كيهبط حتى للزيرو وكيطلع لنفس البلاصه فين كان كيهبط حتى للزيرو كيطلع نفس البلاصه يعني ما كي كيضيع منه حتى شي حاجه هاد معايا هذا كان في الزيرو طلع حتى لواحد القيمه قصوى ورجع للزيرو ورجع نفس القيمه القصوى يعني ما ضاع من والو بحال هاد المنحنى كتلاحظوا كما قلت لكم مثال يعني شنو اللي كتلقى منحنى بحال هكا كيرجع لبلاصتو يعني حتى الطاقه ما ضاعت مثال كان ف... كان فواحد الطاقه عنده واحد الطاقه مثلا 10 جول وهبط للزيرو غير رجع ل 10 جول لان يعني ما ضاع من والو واضح مفهومه هادي السؤال اللي غيتحط لكم في هاد الطاقه هادي اول حاجه ملي تعطيكم المنحنى غيقول لكم شكون هو المنحنى ديال او طوطال شنو هو المنحنى ديال او شنو هو المنحنى ديال سي مع التعليل الجواب واضح دابا كاين ثلاثه المنحنى اللي كتلاحظوا كاين هذا المنحنى اللي هو باين ها هو ها هو اون كاين هذا المنحنى اللي غادي نديرو هنا اللي هو هذا هاد هذا المنحنى هذا وكاين هذا المنحنى هذا اللي هو هذا ثلاثة ديال ثلاثة دي ديال المنحنيات واضح دابا نورمالمون هاد المنحنى هذا هو ديال اوتو طالع عقلوا ليه مجموع ديالهم فوقاني هاد المنحنى اللي كيبدا من الصفر ها هو هو ديال او دي ام وهاد المنحنى اللي كيبدا من الفوق هو دي ديال او ولكن خصنا نعرفوا التعليل الجواب علاش علاش درنا هاد المنحنى هاد اوتو طالع باين علاش درنا هذا اللي كيبدا من الفوق ديال او او ديال الطاقه المخزونه في المكثف وعلاش درنا هذا اللي كيبدا من الصفر ديال او ام الطاقة مخزونه في الواشيع غنشرح لكم دابا علاش مابقاش عندنا سباس نديرو هنا لاحظوا معايا نشدو ام ايه. شحال العلاقه ديال ام ايه. هي واحد لي اثنان ال إيوس سي اثنان في الدرس اخ ال سي راح نعقلو جوج شروط للشروط البدئيه غنبينو ديما كنبينو حنا كنبينو الشروط البدئيه راه اي عند تي تساوي صفر كيساوي صفر عقلوا ليها في اخ ال سي اي عند تي تساوي صفر كتساوي صفر يعني اش غندير يعني ام تساوي ام عند تي تساوي صفر، يعني بحال ديما كنعرف المنحنى من غير يبدا ديما كندير الشرط يعقلوني هادي، يعني انا او ام بحال اللي كنقول ام عند تي تساوي صفر، يعني ام ني غيبدا في الصفر، في البداية ديال المنحنى من غيبدا يعني ملي كنقول أنا عند تي تساوي صفر، يعني في البداية ديال المنحنى، من غيبدا كندير هي واحد اثنان في ال في e عند عند اي عند تي تساوي صفر أوس اثنان، واضح؟ إلا درت هنا هذه عند تي تساوي صفر، خصني هاد اي اللي غندير عند تي تساوي صفر، لأن هادو غاتوابت. يعني ام عندها تساوي صفر كتساوي واحد 2 ال في اي عندها تساوي صفر اس اثنان شحال كتساوي اي عندها تساوي صفر هي صفر يعني تولي هي واحد اثنان فوا ال فوا صفر اس اللي هي صفر يعني هاد المنحنى هو المنحنى اللي غيبدا من الصفر اللي هو هذا ديال ام هو هذا هو, هو اللي غيبدا من شتوه هو هذا هو اللي عطاتو ام هنا علاش هذا نديرو هاد الثانيه او سي عفوا اش واحد اثنان في, السي في السي و سي او سي اثنان لاحظوا معايا او سي عند تي تساوي صفر دار ار ال سي كتساوي او علاش لان او سي في البدايه عند تساوي صفر كتساوي لان عطيتو لي هادي هاد الجمله هادي مشحون مبدئيا ديما المكثف كيكون مشحون مبدئيا شنو مشحون مبدئيا يعني المكثف راه عامر يعني عنده او اذا عقلتو مشحون مبدئيا عقلتو في... يعني خصو غير تفرغ شنو الشرط اللي في التفريغ هو هذا دونك مكتّف مشحون بدئيا يعني او سي عند تساوي صفر كتساوي او أه يعني جيت نشوف نحسب يعني غندير او أه عند تي تساوي صفر كتساوي سي او سي عند تي تساوي صفر او اثنان لي واحد 2 في سي في هذا أه اكبر من الصفر يعني هو اللي غيبدا من فوق يعني هذه القيمة هادي كتساوي واحد في او أه في سي في او أه اثنان واضح اللي القيمة هادي ديال هو او أه أه وهنا او طوطا كونستونت قالوا لي او طوطا راه كونستونت غير المجموع ديما هذا واحد بدل من الصفر واحد بحال هكا يلاه دو معايا الطاقه المخزونه في الوشيعه كانت هنا كانت الطاقه المخزونه في الوشيعه شوفوا طلعت لهنا حتى واحد القيمه قصوى ورجعت للزيرو وطلعت للبلاصه يعني ما طاحت حتى شي طاقه واضح نشوفوا دابا طاقه الذره المتواليه اخ ال سي طاقه الذره المتواليه اخ ال سي في حاله وجود المقاومه لاحظوا معايا نساوها بجوج شوفوا معايا هذه هنا كاين ثلاثه المنحنيات هذا الاول هذا المنحنى الثاني المنحنى الثالث هو مجموع ديالهم هو اللي غنرسم دابا اللي هو هذا هو هذا اللي هو هذا فهم وهذا لاحظوا معايا هذا المنحنى هذا هل... شو لاحظوا معايا في الاول بدا واحد القيمه قصوى ورجع للصفر وما رجعش القيمه القصوى شو شحال ضاعت بين هنا وهنا شو لاحظوا معايا بين هنا وهنا شو شحال ديال الطاقه ضاعت ما رجعش لبلاصتو رجع ضاعت من واحد الطاقه يعني هنا هاد تكون ضيع لي الطاقه هاد المقاومه هاد واضح وشوف رجع هنا وما رجعش عاوتاني لبلاصتو رجع هنا حتى كيولي يتبدل عاوتاني هذا بدا من الصفر وما شو كيتبدل ان هذا هو ديال هذا هو هذا المنحنى الطاقه دراسه دي الطاقه ديال في حاله ما كانش المقاومه واضح هنا في حاله عفوا يعني هذا المنحنى هو ديال الا كانت المقاومه واضح هنا الا كانت المقاومه المنحنى بحال هكا يعني الطرائق ال سي ما كانش مقاومه راه بحال هكا طبيعة الحال هذا اللي بالاخضر هذه او طوطال داك اللي كيبدا من الفوق ديما ديال شكون هو ديال او او وهذا وهذا اللي كيبدا كي من الصفر هو ديال او ام هذا تتناقص الطاقه بسبب مفعول الجول علاش كتناقص الطاقة بمف... بسبب مفعول الجول واضح يعني يعني ب... ب... على شكل الحرارة لأن هي جينا ندرسوها دابا دبال... المقاومة كتضيع لي الطاقة على شكل حرارة بمفعول الجول مفهوم يعني هاديك الطاقة كتضيع على شكل حرارة واضح يعني المقاومة هي اللي كتضيع لي الطاقة واضح المقاومة هي اللي كتضيع لي الطاقة إذا كانت عندي مقاومة راه غادي لي الطاقة يعني المنحنى ضروري يكون كيتناقص حتى كيتبدل لما ما كانش عندي مقاومه يعني راه بحالك غير المقاومه غادي ترجع لي لبلاصتها هنا كاين واحد العلاقه تقول لك ان الاشتقاق أو اوتوطا كتساوي ناقص اي ناقص اف في اي اس 2 هاد العلاقه غتلقاو يقول لكم برهنه ديالها غادي نديرو برهنه ديالها دي دي في التمارين من الجزء من الجزء ديال التمارين غادي نبرهن لكم هاد العلاقه ديال او توتال على دي دو اي دي دو دي دو او توتال على دي دو تي كتساوي ناقص اخ اي اس 2 واضح يعني اصغر من الصفر يعني كتناقص واضح علاش قال لكم علاش قال لكم شرحوا لي علاش هذا كيتناقص لان لان الاشتقاق ديال او توتال كيتناقص واضح دونك دابا غندير اخر حاجه في الدرس ديال اف سي اللي هي صيانه التذبذبات وهاد صيانه التذبذبات كتحط بزاف ومهمه جدا تفهموها دونك هاد صيانه التذبذبات خصكم تعرفوا على جوج حوايج الدور ديالها علاش حنا كنديروها وكيفاش نطبقوها الا عرفتوا غير جوج حوايج راه صافي جوج اسئله اللي كي كيتحطوها مفهوم هاد الصيانه ديال التذبذبات شنو هي هي استرجاع الطاقه المبدده من جهد هذا هو الدور ديالها الاسترجاع عقلوا الاسترجاع الطاقه استرجاع الطاقه المبدده مبدده ب مف يعني امتى كنديرها غنديروها ديما كنديروها در ال سي يعني اذا جينا لهاد هذه هاد در ال سي راه كنديرو لها حتى هي عقلوا لهذا دا. هو هادره مهمه هذا كنديروا لها صيانه التذبذبات درس ال سي كنديرو سيان التذبذبات وهنا ما كندش له لان انا ما كاين والو قلنا السيان ديال التذبذبات كنديروها هاد ال سي علاش باش نردو الطاقه اللي ضاعت يا قلنا هنايا لعقلتو قلنا ضاعت لي واحد الطاقه كنديرو هادي دابا حنا بغينا نسترجعوا هاد الطاقه هاد واحد المقاومه ضيعت لي واحد الطاقه حنا بغينا نسترجعوا هاد الطاقه كيفاش يمكن لينا نديرو نسترجعوا هاد الطاقه يعني كيفاش نردوه من دائره ال سي تال دائره الطاقه ديالها واضح اش كندير انايا دابا مفهوم دابا اش غندير داو الدور فهمتوه الدور هو استرجاع الطاقة من بعد الدم الطاقة اللي ضاعت لي في الدار في الدار اغ ال سي مزيان خصني نتا الدور ديالها باين باين وواضح كنا هنا تتناقص الطاقة بسبب مفعول الجول يعني كطاقة كدير الطاقة علاش انا بغيت ندير سي نتا باش نرجع الطاقة التطبيق ديال شنو كندير كنشد هاديك الدار الكهربائية اغ ال سي لعقد شنو هي الكهربائية اغ ال سي هي هادي اغ ال اغ ال سي هي هادي كنجد هاد الدار ال سي كنزيد ليه واحد المولد كنزيد واحد المولد كيتسمى جي بي اف واضح هاد المولد كنزيد جي بي اف كنزيد كنديرو هنا دابا لاحظوا معايا ل... نورمالمون هادي الدار ار ال سي ار ال سي هي هادي واضح انا غادي هاد الدار ال سي غادي نزيد هاد المولد هذا هاد المولد عنده واحد التوتو كنسموه او جي واضح يعني الا بغيت نسترجع التوتو يجب يجب تزويد الدار بمولد واضح يجب تزويد الدار بمولد جي بي اف لاسترجاع الطاقه واضح قالوا لي هادي يعني دابا الدار الكهربائي نورمالمون في ال سي في غير اغ و ال و سي وصافي هذا سلك سلك دايز ملي كنبغي ندير الصيانه كنجي نشد هذا السلك هذا وندير فيه واحد المولد واضح الجي كتساوي الجي كتساوي كام ضرب اي يشد التيار وكاشني هي كا هي الريكلاج مثلا خصني نحسب انا كا على شحال خصني نريكل باش نرد المقاومه ديالي يعني خصني نحسب يعني الدور هي تحديد كا ثاني حاجه خصني نعرف التطبيق يعني تحديد قيمه كا يعني خصني نعرف ك شحال كتساوي يعني مثلا انا في هذاك المول اللي بي اف في واحد ريجلا خصني نريجلو على هذيك ك اللي خصني يعني خصني نحسب ك مثلا مفهوم يعني خصني نحسب ك يعني مقاومه مثلا يعني ك ديما كتخرج هي قيمه ديال المقاومه مثلا على واحد المقاومه 10 اوم هاد كا ملي غنمشي خصني نلقى 10 اوم باش انا ديك 10 اوم هي ضيعت لي الطاقه يعني نمشي نريجلو على 10 اوم هي ضيعت الطاقه في هذيك الجهاز واضح كيفاش غنحسب انا دابا جوج حوايج اللي حطو تيار تبدو دوات جوج حوايج كنحطو كيقول الدور ديالها و كيقول لك التطبيق ديال حدد لي هكا غنشوف كيفاش نحدد كا اول حاجه نحدد كا كنجي للمعادله لاحظوا معايا هذه الدائره الكهربائيه لاحظوا معايا هنا شنو اش كندير كنجي دابا الدائره الكهربائيه نورمالمون العاديه هي هذه نقسموها هذه جوج نورمالمون الدائره الكهربائيه فيها مولد مكتف مقاومه بحال هكا لقينا حنا هذه 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 او ار هذه سي وهذي اي ال وهادي سي وهادي ال اخ واضح هادي قبل ما ندير انا هنا انا قبل ما ندير الموليد هنا ما, ما درت سيان هنا ملي غندير سيانش غندير غندير بحال هكا هكا غندي غندير مكثف وغندير مقاومه اخ وهنا غنزيد مولد جي معايا معاش غندير هنا دابا اش لي مع التفاضلي هنا شنو هي هذه المعادله التفاضليه لاحقت المعادله التفاضليه قلنا هي هذه اخ ال سي قلنا هي هذه واضح لان فيها فيها اخ وفيها ال وفيها سي دونك هي هذه نكتبها هي او سي زائد ار توتال سي دي دي او سي على دي دو تي زائد دي وستثنان. دي وستثنان. دي وستثنان. ال سي دي او سي 2 دي سي على دي دو تي او سي اثنان تساوي صفر دونك هذه ديال هذه دونك انا بغيت المعادله التفاضليه ديال هذه شنو هي هنا كاين اخ هنا كاين او سي هنا كاين او ال هادي ال اخ هادي سي هادي اخ مع التفاضل شنو هي راه نفس هاد المعادله غير هنا صفر. هنا كتساوي الصفر هنا غتساوي او جي لان هنا عندنا او جي صافي هاد المعادله نفسها ما دي تسوي عدنا هنا ما غاش ندير صفر غندير تساوي او جي اللي عندنا هنا تساوي او جي يعني هاد المعادله اللي هي او سي زائد اخ طوطال سي دي او سي على دي دو تي زائد ال سي دي او سي 2 دي او سي على دي تي او سي 2 كتساوي او جي كتساوي الصفر لان كاين مولد دابا واضح دابا اش غندير باش ندير السيان ديال التذبذبات دابا هادي غادي نخدم عليها هادي دابا هاد البارتي هادي لانني عندي مولد هذا هاد هاد دابا اش غندير غنشد هاد المعادله هادي ونعوض او جي بقيمه ديالو اللي هي هادي ك فوا واضح اش غتولي غتولي او سي زائد اف توتال سي دي دو او سي على دي دو تي زائد ال سي دي او سي 2 ديال او سي هادشي كان كندير دابا باش نحدو كا كتساوي او جي اللي هي كا اي واضح طلاب لاحظوا معايا هادي دابا انا بغيت ندير الصيانه ديال التذوبات واضح غندير الصيانه البلاصه اللي فيها الخمود يعني ندير صيانه المقدار مسؤول الخمود هو هو أنا. أنا السيانة السيانة اللي. اللي. اللي هو هذا اللي هو هذا دونك هادي وهاد ما غنديرش لا صيانه انا انا بغيت ندير الصيانه كنمشي الصيانه البلاصه اللي فيها المقاومه واش هادي فيها مقاومه لا هادي فيها مقاومه هي هادي لا دونك اش هادي فيها المقاومه ما فيهاش هادي فيها وهادي ما فيهاش دونك هادو اللي ما فيهمش ما ندير لهم صيانه يعني اش غنقول لهم غنقول لي صيانه التذبذبات يجب اشنو خصو يكون خاص هذا زائد هذا يكون صفر خاص او سي زائد ال سي دي او سي دي دو سي على دي دو تي كيساوي صفر اذا لانني صافي راه عطيهم صفر لانني ما غاش ندير سي انا بغيت ندير سي انا هاد البلاصه في مقدار الخمول اش غتولي غتولي ار توتال سي دو سي على دي دو تي غتولي تساوي كاف اي شنو هي هادي هي اي سي دي دو سي تي هي غتولي ار توتال فوا اي تساوي كاف و اي نختزل اي مع اي يعني ار توتال هي كا يعني كاش كتساوي هي ار كبيره زائد ار صغيره كما تلقاو هي مقاومه واضح يعني كا تلقاو هي اغ ايه زائد اغ راه ساهله كنشد المعادله كندير لها او جي صافي هاد او جي كنعوضها بكاف اي كنحيد عليها هادي نحيد عليها هادي كندير هادي كتساوي هادي صافي نختار اي مع اي وهاني راه بسيطه لاحظوا معايا في حاله كانت اي كتساوي صفر اي صغيره كتساوي صفر كاش غتخرج ليا غتخرج ليا ك كتساوي اغ ايه كبيره واضح وفي حاله يعني كانت هذه هذه ايه كتساوي صفر يعني ك كتساوي اغ ايه كبيره لان بعض المرات كنلقاو هذه مهمله اغ صغيره في حاله إخ كبيره ما كانتش كتساوي صفر راه كا غنلقاوها كتساوي إخ واضح كا كنلقاوها كتساوي إخ صغيره واضح في حاله نقولوا حنايا إخ صغيره و إخ كبيره كيساوي صفر شنو تلاحظوا يعني هنا ضرب مثالي ال يعني كا كتساوي كتساوي صفر علاش كا كتساوي صفر لانني ما غادي كاع ندير انا لان اصلا ما شي طاقه هذه يمكنش لان الصيانة اصلا ما نديرو ندير حنا اللي كانت واضح يعني تقدر تكون كا كتساوي إخ زائد تقدر تكون كتساوي كاكا كتساوي ار كبيره تقدر تكون كاكا كتساوي ار صغيره على حسب الا كانوا بجوج كاينين يعني راه تخرج كاكا تساوي هذه يعني غتحسب انت تعوض هذه القيمه وتعوض هذه وتحسبها الا كانت ار صغيره كتساوي صفر يعني كاكا كتساوي ار كبيره وتعوض بقيمتها وتحسبها يعني مثلا نخرج ار كبيره كتساوي 10 يعني كاكا تساوي 10 الا كانت ار كبيره كتساوي صفر يعني كاكا تساوي ار صغيره دونك دابا الثانيه الدرس ديال ار ال سي كامل ما خلينا فيه والو ولكن باش نزيدو مزيان نفهمو شنو ونطبقو خاصنا نديرو التمارين دونك الفيديو ان شاء الله الجاي غادي نديرو فيه بزاف ديال التمارين باش تفهموا مزيان الدرس تي ار سي دونك ما تنساوش تشتري في القناه ديالنا وتفعلوا الجرس باش اي فيديو يحتاج جديد يوصلكم وتفعلوا في الكومونتيرات باي سؤال عندكم في الكومنتار حطوه راه كنجاوب على يعني الطلب ديال الكيستيون وبالتوفيق ان شاء الله